السلام عليكم، ابراهيم تليمي المسؤول الاعلامي على برنامج على مهرجان احلكه. في دورته الثالثه مهرجان احلكه اللي كل سنه كيكون فيه تجديد وكيكون نسخه احسن من نسخه. هذا المهرجان اللي كيتنظم تقليدا للموسم السنوي المعروف اللي هي هذه العاده اللي عندها واحد الرمزيه كبيره عند ساكنه احلكه، واللي هي واحد العاده اللي ضاربه في التاريخ اللي كتكون في جهه سوس. عامه هذا المولود الثقافي اللي توارثناه من جيل لجيل، وحنا كشباب على العاتق ديالنا واحد المسؤوليه ديال اننا نطوروا ونزيدوا به للقدام. وهذا المهرجان كل نسخه وعندها تميز ديالها. هذه النسخه تميزات بطبوريضه اللي هي الاول مره كدار طبوريضه في هذه المنطقه ديال احلكه. ونذكروا بانه احلكه احد اعرق ضواوير سفوح جبال اكادير اللي عنده واحد تاريخ كبير، ماشي وليد لواوم كما يشاع انه احياء الهامش، وانما هذا واحد الضوار اللي له تاريخ كبير من خلال هذا المهرجان ومن خلال هذا المعروف اللي الروايات كتحكي انه عنده ازيد من 200 عام من التاريخ. هذا المعروف هذا اللي كيدار فيه مجموعه من الطقوس، من بين اهم الطقوس اللي هي توزيع اكلات البسيس اللي هي كتصيب من دقيق شعير المحمص الممزوج بزيت ارغان وزيت العود والعسل اللي كتوزع على الضيوف وعلى الساكنه والاطفال الصغار اللي عندها واحد الرمزيه كبيره. حنايا توارثنا هذه العادات هذه وحنايا كنسهروا على اننا نتمنوها ونديروا اضافات. اليوم كنشاهدوا الحفل الختامي ديال هذه النسخه هذه اللي كانت متميزه وكانت ناجحه بشهادات الحاضرين. وان شاء الله درنا واحد شعار لهذه الدوره اللي هو المولود اللامادي في خدمه 800، اللي من خلاله كنرسلوا مجموعه من الرسائل للجهات الوصيه باش تكون واحد التفاته لهذا الدوار هذا العريق، وانه يتم وانه يتوفروا فيه مجموعه من الشروط اللي كتسهل الحياه على الساكنه. وبطبيعه الحال كتكون هذه رساله كنوجهها للمسؤولين والجهات الوصيه باش انهم يدعموا بهذه المبادرات اللي كيكون القياده ديالها مجموعه من الشباب اللي مبدعين اللي كي يضحيوا بالغالي والنفيس، واللي كينكروا الذات، واللي يديروا مجموعه من المجهودات باش انهم يكبروا بالمولود الثقافي. شرب اتاي خالي مبرايا كل قرمة هذا برد الوشة انا وعدهم جيد الانباء. بارك الله فيكم، مشاهده كثير في المستوى تبارك الله، جمهور تعاطف معنا والتعاون معنا. دمجنا حتى حنا اللوحه ديالنا ديال قناوه اللي هي التراث ما الى غادي نشرحوا عليه شحال خصنا. المهم الهدف من هذه المشاركه هي نقدموا اللوحه ديالنا اللي ديال تاكناوي، تقدم لها الحمد لله والجمهور تفاعل معنا. وكنشكروا الجمعيه حلاكه اللي كيديروا هذا المهرجان العام العام، نتمنوا لهم التوفيق، ولكن ما نساوش المسؤولين يتعاونوا معاهم. المهم مهرجان جانا زوين، هذا الشيء خدموا فيه الدراري مزيان، اجتهدوا بزاف ديال الشباب، وهذا الشيء داز مزيان الحمد لله بخير. وهذا الشيء تنديروه يوميا، يعني كنديروا واحد الموسم تقولي معروف في الجامع وفي العشيه كيرحبوا، كيجيو عندنا الناس الضيافه ديالنا كنرحبوا بهم، كنجيو كنديروا لهم هذه الحفله هذه. وهذا الخير مزيان بزاف هذا العام كاع، طلع هذا الشيء زوين. درنا هذا الشيء ديال الطبوريضه ودرنا هذا الشيء ديال الحفله والمعروف، وهذا الشيء داز بخير وعلى خير الحمد لله. كنتمناو التوفيق للجميع ومرحبا بكم كاملين. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.